السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فتعلمون أن موضوع هذا الدرس كان في سورة الزلزلة، ولكن نظراً لأن هذا الأسبوع يسبق الحج، وقد خصصه القائمون على هذه الدروس في هذا المسجد المبارك عن الحج كله، فتم التفاهم مع الأخوة جزاهم الله خيراً أن نخصص هذا الدرس عن الحج نفسه. ولكن بما أن أغلب الدروس التي أخذتم وستأخذونها في هذا الأسبوع بإذن الله تتعلق بأحكام الحج العملية الفقهية، رأيت أن هناك أمراً مهماً جداً، وهو الغرض من الحج وبيان مقاصد الحج من خلال كلام الله جل وعلا، وبخاصة أننا إذا نظرنا إلى تناول القرآن لأركان الإسلام وجدنا هذه اللفتة التدبرية، فنجد أنه سوى الشهادتين من أكثر ما ذكرت الصلاة والزكاة، ولكن ليس فيهما أي تفصيل إلا يسيرا، والصيام ذكر في سورة البقرة بآيات معدودة والتفصيل فيه يسير جدا. أما الحج فمع أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فجاء من أكثر أحكام أو أركان الإسلام تفصيلا في سورة البقرة وسورة الحج، بل إنه كما تعلمون أن هناك سورة هي سورة الحج، بالإضافة إلى ما ورد في سور أخرى عن الحج، مما يدل على أهمية أن نقف مع ما ورد في هذه الآيات في حدود الوقت الممكن، لأنني ملتزم بوقت، ولذا فإنني أعتذر من أخوتي مقدماً لأمرين أو عن أمرين. سألت الأخوة هل هناك دروس في الأسبوع القادم، فقالوا لا، إن آخر الدروس هي حتى يدخل الشهر، فإذا بدأت العشر توقفت الدروس لانشغال الناس بالحج نفسه، فلذلك سأضطر كما قلت أولاً للاختصار، وثانياً أنني لن أستطيع أن أكمل كل ما دونت، فلدي من الاستنباطات والمواقف الشيء الكثير، ولكن لعله يتيسر بإذن الله أن تخرج في مكان آخر. والعبرة ليست هي في هذه الدروس بالإحاطة والاستقصاء، وإنما أن نذكر أهم ما يتيسر بحدود الوقت المتيسر، وهي بإذن الله تفيدنا أيضا وتعيننا على الاستنباط. فما لم أذكره أو فما لن أذكره يستطيع طالب العلم بإذن الله وهو يقرأ آيات الحج أن يستنبط الكثير منها، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة.
نظرت إلى آيات الحج واستنباطاتي التي سأذكرها الآن والوقوف التدبرية كما أعلن في الدرس لن تكون معا أني أذكر الآية ثم أذكر ما فيها من وقفات تدبرية، لو فعلت ذلك لما تجاوزت عدة آيات، ولكن ما أذكره لكم بإذن الله وما سأذكره بإذن الله هو أخذا من عموم الآيات وخصوصها. قد أشير إشارات سريعة إلى بعض الآيات، ولكن فهمكم وذكاءكم وعلمكم يساعدني على الإشارة أو عدم الإشارة أحياناً مجرد أخذ الدرس، وستستنبطون من أي آية أخذ. أول ما نجد أيها الأخوة، ومن أقوى ما نجد في التركيز على أن قضية التقوى وردت في القرآن في مواضع عدة، في مئات المواضع، ووردت في الصلاة والزكاة والحج، ولكنها بارزة في آيات الحج بشكل عجيب، فتجد بين عدة آيات الإشارة إلى التقوى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وتجد أول آية في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم، آخر آية في سورة البقرة أي من مقطع الحج كما ورد كما تعلمون في النصف الأول من الجزء الثاني، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فتجد التقوى دخلت في مواضع عدة في موضوع الحج، مما يبين أن المقصد الرئيس والأساس هو يتعلق بعمل القلب، وهو تحقيق التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك أيها الأخوة، من خلال تجاربنا في الحج ومساهماتنا في الحج، من النادر جدا أن يأتيك إنسان يسألك عن المقاصد الرئيسية في الحج. يسألون عن أحكام الحج وأركان الحج وواجبات الحج، وهذا مطلوب ولا شك ولا أقلل منه، ولكن الهدف الرئيس لا يسألونك عنه. فمثلا يسألك عن الهدي وعن أحكام الهدي ومتى يذبح الهدي ومن يعطى الهدي، وكل هذا مطلوب، لكن ما هو المقصد من الهدي؟ ما هو المراد من الهدي؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لماذا لا نسأل عن التقوى؟ وكيف أحققها؟ كيف أحج حجا صحيحا؟ هذه معاني تغيب. فليك جاء الإكثار من موضوع التقوى تنبيها إلى أنه غرض وأساس في الحج. وتزودوا الزاد الطعام والراحلة وغيرها، لكن خير الزاد ما هو؟ التقوى. ويؤكد واتقون يا أولي الألباب. إذن هذه مسألة تبين لنا من خلال تدبر آيات الحج كما قلت، هذا الجانب الرئيس. الحديث في التقوى ذو شجون وطويل، وكما قلت الوقت يسارعني ويلاحقني فاعذروني كما اعتذرت أولا. تجد التركيز على الناس، كثير من أحكام الإسلام تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن تجد في الحج التركيز على الناس. حقيقة يؤكد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذه لها دلالة، لأن فيها جوانب من المساواة في الحج. فعندما يلبس الناس إحرامهم يطوفون سويا ويخرجون سويا ويقفون في العرفة سويا، لا تمييز. ولذلك فالتمييز في الحج خروج عن أهداف الحج، والتميز في الحج
تمييز بعض الناس عن بعض لا يتحقق أو لا يتناسب مع أهداف الكبرى للحج، فالناس سواسية تمشي في عرفة، لأن عرفة هي الموطن الوحيد الذي يكون الناس كلهم قد أحرموا الحجاج، أما غيرها قد يتقدم بعضهم على بعض إلا في عرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لا تميز بين أمير ووزير وغني وفقير وكبير وصغير، فهذا الحج للناس جميعا ليتذكر الناس ذلك الموقف في الآخرة. بهما غرلة عراة كلهم إلا ما يفاضلهم الله به من تفاضل أعمالهم، فلذلك جاء التركيز للقضاء على أمر كانت الجاهلية تفعله في التمييز بين الناس حتى في الحج. ويقال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وليس كما كانت تفيض قريش وكانوا يتوقعون ويسمون بالحنس يفرقون بينهم وبين غيرهم حتى في الحج، فقضى الله جل وعلا في الحج على هذه العوائد ليبقى الناس سواسية. ولذلك ليحرص الإنسان أن يكون كغيره، يحج مع الناس ويسكن كما يسكن الناس. وأذكر في هذا المقام من باب الترحم عليه رجلاً أصبح وولي مسؤولية الحرمين الشريفين وهو الشيخ صالح حسين رحمه الله، ومع ذلك كان يرفض أن يتميز، كان يمشي على قدميه، كان يعيش مع الناس، يرفض أن يتميز بمركب أو بسيارة تقدمه أو بخيمة خاصة، بل إن كان له رأي في المشاة، ويقول: منا من أخ من سبق. فضرب مثلا من الأمثلة وهم كثير ممن يستطيع أن يتميز بسيارته، في مركبه، في طريقه، ورفض ذلك نهائيا، وعرف بهذا بزهده رحمه الله، مع أنه كان المسؤول عن شؤون الحرمين. ورأيت مرارا يدخل الحرم وهو المسؤول عن شؤون الحرمين ويصلي مع الناس، كان بإمكانه أن يصلي خلف الإمام، كان بإمكانه أن يدخل أمامه العسكر وخلفه العسكر، هذا من حقه نظاما، وكان يرفض رفضا باتا. يقول: نحن سواسية في العبادة، لا يتميز أحد عن أحد. هذا جانب مهم، فلذلك جاء التركيز على الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل، وجعلنا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتتميز بعضكم على بعض، ولا ليتقى بعضكم على بعض، ولا ليفخر بعضكم على بعض. فجاء التركيز على كلمة الناس أكثر في الحج، مع ورود يا أيها الذين آمنوا في بعض المواضع. من التركيز الرئيس التركيز على القلب، لأن الناس في المشاهد المحسوسة قد تأخذهم هذه المشاهد، مشهد الكعبة ومشهد الحجاج ومشهد رمي الجمار، الطواف، السعي، فجاء التركيز على القلب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فليست ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقبل الحجر الأسود يقول: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا تعظيم لشعيرة هذه السنة، ليس كما يفعل بعض الجهال يتمسحون في الحجر، يتمسحون في الشجر، يتمسحون بالزجاج الذي على المقام. فجاء التركيز على عمل القلب، أين تجد قلبك وأنت تؤدي هذه الشعيرة، وما تفعل من خير لاحظوا يعلمه الله، أي أن تستحضر وأنت تؤدي هذه المشاعر أن الله يراك سبحانه وتعالى. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلهذا حتى ما يأخذ الإنسان مشهد ما يحدث في هذا الحج عن المعنى الحقيقي، وهو مشهد
تزكية القلب وتطهيره، ولا تأخذ هذه المشاهد المحسوسة كما أخذت وتأخذ كثيرا من الجهال كما تعلمون فيبتعدون. ولذلك تجدهم وهم يرمون الجمرات يسبون الشيطان، ويرمي بعضهم أكرمك الله بحذائه وبغيره، فالشيطان تولاهم ولعب فيهم جهلا. هذا الرمي عبادة لله جل وعلا، ترمي كل حجر وتقول الله أكبر وقلبك مع الله، لأنها شعيرة، ترمي 7 حجرات لا تزيد ولا تنقص التزاما بهذا الحد. فيأتي التركيز على عمل القلب من الحج، وهذا موجود في بعض العبادات، كثير من العبادات، لكنه ظاهر في الحج. أنا لا يعني أنني عندما أذكر معنى هنا أنه لا يوجد في غير من أركان الإسلام أو بعض العبادات، وهو الاستسلام المطلق لله جل وعلا والعبودية الكاملة. كيف؟ لماذا نطوف 7 أشواط؟ ليش من 8؟ لماذا نسعى 8 7 أشواط بين الصفا والمروة، والبدء بالصفا وليس بالمروة؟ ولو جاءنا واحد قال أنا بدأت بالمروة وانتهيت بالصفا 7، نقول له باقي عليك شوط واحد، الشوط الأول لا قيمة له. لماذا يوم عرفة يوم 9؟ لا يحق لأحد أن يقف يوم 8 ولا يوم 10. لماذا؟ يجب نستسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لماذا يوم العيد ما نرمي إلا جمرة واحدة وهي العقبة، وفي اليوم الثاني تختلف 3 جمرات ونبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى اللي هي العقبة؟ لماذا؟ هكذا أمرنا الله. جاءت امرأة وسألت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها لماذا نؤمر بقضاء الصلاة الصوم ولا نؤمر، لماذا يعني تؤمر النساء كالنفساء والحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ الجواب لو أرادت عائشة رضي الله عنها تجيب سهل، لأن بقضاء الصلاة 7 أيام إلى 5 أيام والنفاس 4 صعب شاق، بينما الصوم مرة واحدة. لكن أرادت أن تلفت نظرها لمعنى بعيد جدا، قالت أحرورية أنت؟ وكانت حرارة معروفة ببلد الخوارج، يعني أنت من الخوارج؟ قالت لا لا، ولكنني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تجب. فهو الاستسلام المطلق. وأذكر ذكرت إحدى الصحف مقابلة مع أمير مكة السابق، أحد الأمراء السابقين، توفي رحمه الله، فهم يجرون مقابلة عن الحج، فقالوا له هل في شيء لفت نظرك؟ قال نعم. قال حج أحد الحجاج من كبار المسؤولين في دولة عربية، يبدو أنه رئيس وزراء أو وزير كبير فيه، يقول وقابلني بعد الحج بحكم أنه أمير مكة، وقال الوضع زحام وشديد ولو تبحث عن حلول. يقول جزاك الله خير، ساعدنا، يعني عندك أفكار؟ قال نعم عندي فكرة، ليش تخلون الحج في أيام معدودة؟ ليش ما تقسمون في السنة مرتين؟ يقول فما تمكنت إلا أن ابتسمت وما أقدر أقول شيء. يقول خلوا الحج مرتين يعني. نعم. وأذكر أيضا ذكرت إحدى الصحف أنه طلب من شركة غربية حل مشكلة المرور في الصعود إلى عرفة والنزول. طبعا الكفار ما يدخلون الحرم، فأرسلوا لهم الصور والواقع وكذا، وأذكر أظن شركة سويدية، لأن السويد كانت معروفة بالانضباط بالمرور ودقتها. نعم. فبعد أن درسوا الوضع قالوا رأينا الوضع أفضل شيء أن يكون الذهاب لعرفة 3 أيام والرجوع 3 أيام تحلون المشكلة. ما يعرفون يعني أحكام الحج، فما تملك إلا بعد كل هذه الدراسة أن تضحك. لذلك نحن لماذا نذهب في ساعة معينة انصرف الناس؟ انظر انصراف الناس صباح عرفة، لاحظ لعرفة، تستطيع يوم 10 تخلي منصرفون إلى عرفة بهذا المجموع؟ ما تستطيع والله، مهما كانت القوة ما حد يستطيع. من يوم يؤذن المغرب ينطلق الناس إلى مزدلفة. إذن هو الاستسلام. ولقال عمر رضي الله عنه والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، مع مكانة الحجر الأسود لا شك، ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك.
في طريفة حتى ما أملكم بعض الآن بعض الناس يقبل الحجر ويقول كلام عمر، ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. طبعا نحن نخرج لها الرؤية قد تكون علمية وقد تكون بصرية، لعل قد رأيت من باب العلم تخريجا، لأن أخذ الحديث بحرفه، عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، لكن نحن المفروض نقول لولا أنني علمت نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، حتى تنزع المشهد، لأن حقيقة تقبيل الحجر له رهبة وله تأثير. سبحان الله، كل نشاهده وشوف وترى زحام الناس عليه، حتى تنزع قلبك من هذا الأمر استسلاما لأمر الله. لماذا الحجر الأسود تشير إليه؟ الركن اليماني إن استطعت أن تمسح وإلا لا تشير إليه. العراقي والشامي لا تشير ولا تمسح. نقول هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يربينا على الاستسلام الكامل. كما أننا العشاء صلينا 4 ركعات، طيب المغرب كم صلينا؟ صلينا 3 ركعات. لماذا 3 و4؟ لا نعلم. هذا أمر تعبدي، الحكمة ليظهر استسلامنا لله، هكذا أمرنا الله. هذه معاني جميلة جدا يربينا في الحج، أن كل عمل له وقته وله طريقته وله أسلوبه، استسلاما لأمر الله جل وعلا. من قضايا الحج كما يظهر في الآيات: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحج مع أنه ركن عظيم جدا من أركان الإسلام، ومرة واحدة في العمر، يقول قبلها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. دليل على ربط الدنيا والآخرة فهما سواء، خلافا لما يريده العلمانيون من فصل الدين عن الدولة كما يقولون، فصل مصالح الدين عن الدنيا. يقول: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. والحقيقة أنهم كذبوا حتى في أن هذه الكلمة كفر ومنهج علماني باطل، ما صدقوا فيها، ما خلونا، ما تركوا المسلمين يصلون كما يشاؤون، ما تركوا المسلمين يجاهدون كما يشاؤون، ابدا تدخلوا الناس حتى في غرف نومهم، فقد كذبوا رب الكعبة. وهذا المنهج الباطل لا ينتج الا باطلا. من يزرع الحنظلة لا يرتجي ان يجتني السكر من غرسته. فالله يقول لنا: الدنيا والآخرة يكمل بعضهما بعضا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. بعد ماذا جاءت: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تبيعوا وتشتروا، ما دام لا يناقض الهدف الأساس لا حرج. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فتجد الترابط، فالدنيا يكمل وهي ممر إلى الآخرة، لكن لا تكون على حساب الآخرة، إنما تكون مكملة ووسيلة، وتكون بين يديك وليست في قلبك كما يقع كثير من المسلمين. من ذلك أيها الأحبة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون قد أحدثوا إحداثات في الحج، فجاء الحسم، حسم أمور الجاهلية كلها بقوة وحزم. كان المشركون وبالذات في قريش ابتداء من التلبية كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. هذا شرك. لما أدخله قصي في، ولا كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، جاء بالتوحيد صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تأكيد على هذا المعنى. فحسم حتى في الحركة. تلاحظون في مزدلفة السنة إن استطاع طبعا مع التيسير أن تنصرف من مزدلفة إلى منى بعد صلاة الفجر، وبعد أن تقف عند المشعر الحرام، وليس المقصود الوقوف عند المشعر الحرام أن تقف بجانبه، فكل منى مشعر، وكل كل مزدلفة وهي جمع كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجمع كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف وكلها مشعر. فكان بعد أن يقف قبل أن تطلع الشمس ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يقولون:
في جبل في الشرق، إذا وقفتم في مزدلفة رأيتم جبل عالي اسمه ثبير، يقول أشرق ثبير أو ثبير كيما نغير، أي حتى نتحرك. ينتظرون أشرق، لا ما أشرق، أشرق ما أشرق، أشرق ينصرفون. فغير النبي صلى الله عليه وسلم مواطن كانت تتخذها قريش، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال كان يفعلها المشركون كل جاء لحسمها. فهذه ولذلك إذا رأينا من أحدث في الحج من بدع أو غيره واجب علينا أن نعلم هؤلاء، لأن هؤلاء حقيقة أيها الأخوة هؤلاء يأتون من بلادهم وقد تكون فرصة العمر وقد تكون عندهم جهل، فيحتاجون من يعلمهم برفق ويربطهم بهذه المعاني وليكون الحج الصحيح، لأن بعضهم إذا رجع إلى بلده قد يكتشف أنه لم يحج الحج الصحيح. والحمد لله في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين ممن يحجون على عقيدة ومنهج صحيح، تجد أن بعض العوام، وهذا رأيت بعينه، بعض العوام يعلم بعض طلاب العلم في الحج، لأن الحج ليس نظري فقط، ليس نظريا، إنما هو تعلم وتجربة. فتجد رجل من العوام حج 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات أقل أكثر، ويأتي طالب علم لأول مرة يحج، قد يخفى عليه بعض المسائل من حيث الترتيب وإن كان يحفظها نظريا، فتجد العام أفضل منه في الأمور العملية، فما بالك في مقضايا التوحيد وغيرها. فواجبنا أن نعلم هؤلاء، لأن لا نشك أن الذي جلس ينتظر سنوات حتى يحج يحتاج من يعلمه. قرأت مقابلة مع تاجر كبير جدا من كبار أثرياء العرب، سجن في أمريكا، وبعد أن خرج أجريت معه مقابلة أذكر في صحيفة كويتية، قالوا ماذا لفت نظرك في سجنك، سجن 3 أشهر تقريبا، قال لفت نظري أنني وجدت معي في السجن رجل من نيجيريا مسلم، فوجدته مهموم وعليه الكآبة والحزن، يقول توقعت أنه بسبب السجن وربما وراءه عائلة فقراء أو مساكين، وهذا ثري من أثرياء العالم لعله يساعده. يقول فسألته ما سبب حزنك، يقول توقعت يقول أنا الآن مسجون وأولادي ما عندهم أحد، يحتاجون أكل يحتاجون، سأساعده. قال أنا عمري 55 سنة والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة يعني 25 سنة في القانون الدولي كما يقولون أو قوانينهم، يعني كم إذا حسبنا 25 مع 55 90. قال أخشى يأتيني الموت وأنا ما حجيت، فقط ما عندي هم إلا هذا، لو أنا حاج ما هم. يقول فتعجبت، بينما والله يا أخوان والله أن أناس في هذه البلاد وإن كانوا قلة وندرة، لكن لابد أذكر المثال، بلغوا 60 و70 ما حجوا، مع أن الحج الصحيح كما أخذتم في كلام المشايخ القول الراجح أن الحج على الفور وليس على التراخي. سألني سائل قبل سنوات قال أنا من أهل الطائف عمره فوق 70 أخر، قال ما حجيت إلى الآن. طيب عندك مرض؟ قال أبدا، كل سنة أؤجل وأؤجل، الآن أصبحت مريض صعب علي الحج، مع أن الذي في الطائف ما أحتاج إلى أن ينزل إلى عرفة دقائق ويصبح ويحج مع الناس. الحج لأهل هذه البلاد ميسر. يحدثنا أحد الأخوة يقول يوم عرفة أفطرنا في بيتنا في الشفاء ومعه والده، توفي والده رحمه الله، يقول لما رأى الجموع وهي تنصرف من عرفة، لاحظوا يوم عرفة ينصرفون المغرب، يقول فدمع ونحن نفطر، يقول في الرياض أو قبل الانصراف لأن الفطور بس الناس متهيئون للانصراف، يقول فدمعت عينه. قلت لماذا يا والدي؟ قال فاتنا الحج. يقول قلت ما فاتك، عندك استعداد؟ وأبوه مقعد يمشي على العربية. قال عندي استعداد. يقول أبدا. يقول قلت يا والدتي جهزي الوالد يعني ملابسه. يقول قلت لأخي جهز السيارة. يقول ونستعد ونركب بالسيارة وقبل الفجر بساعة ونحن في عرفة أو ساعتين، ووقفنا في عرفة ساعة ثم صلينا الفجر في مزدلفة كما في حديث عروة بن المضر، فألحق الحج. الحج عندنا ميسر والحمد لله لمن أراد أن يحج. حتى أحد الأخوة يقول أنني سألت واحد يبيع في الدكان في مكة
قلت له يقول طبعا السؤال لو ربما تستغربون كيف يسأله، هل سبق أن حجيت؟ قال لا والله ما حجيت. يقول كبير في السن. قلت ليش؟ قال عندنا مشكلة ما هي عندكم يا أهل الرياض. وش؟ قال عندنا في مكة الحج يوافق الموسم، فما لقيت فرصة حج. لا حول ولا قوة، يبغى حج بدون موسم؟ ما حج وهو في مكة. صاحب مكة ماذا يأخذ عليه؟ يأخذ عليه ساعة فقط يطلع إلى عرفة ويبيع في دكانه ويكمل الحج إلا مسائل يسيرة كالمبيت وغيرها. إذن الحج عظيم جدا، فلذلك إذا رأيتم من يأتون من خارج البلاد أيها الأخوة اعلموا أن بعضهم ربما قضى أغلب عمره ينتظر هذه الفرصة، فساعدوه على أن يصحح حجه. ولك جاء القرآن يصحح الحج، آيات الحج تصحح الحج في مواضع عدة، حتى في بعض الأحكام. هذا معنى أطلت فيه لأهميته، ولأن البعض منا يرون بعض أخوانهم يقعون في منكرات أو ما يناقض الحج ويتركونهم. لا يا أخي الكريم، حقهم عليك أن تساعدهم على، وعندك من العلم والخير الكثير وفهم الحج ما قد يوجد عند بعض طلاب العلم. أيضا من تلك الوقفات تصحيح مفاهيم عن الحج، جاء القرآن يوضحها. يقول جل وعلا ليس البر أن وليس البر نعم أن تأتوا البيوت من ظهورها. كانوا لهم إذا أحرموا ما يدخل مع الباب، يخرج من خارج البيت من ظهره، وكان عندهم خلل في موضوع الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، كانوا يرون في جناح إلى غير ذلك. جاء القرآن يصحح هذا الموضع في مواضع عدة حتى يكون الحج هو الحج الصحيح. الحج أيها الأخوة، يقول إبراهيم عليه السلام في المناسك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالإنسان مدني بطبعه يحتاج إلى من معه، ولذلك الأفضل أن يحج الإنسان مع ناس ما يحج وحده. فإبراهيم لما وضع أمنا هاجر ومع ابنها أبونا إسماعيل عليهم السلام سأل الله جل وعلا جعلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي. فلذلك أن يختار إنسان الصحبة الطيبة، يختار الحملة المناسبة، لأنهم أما يشجعونك على الخير أو الرفقة قد يكسرونك. قد تقولون كيف؟ رأينا ورأيتم أنتم الآن الحج 4 أيام أو 3 أيام، ركبت القنوات الفضائية، وليت القنوات التي تأتي بالخير وبالدروس وبالمحاضرات، لا حرج، بل رأينا وسمعنا في داخل خاصة بعض الغرف الخاصة الذين يستأجرون غرفا خاصة، أقول إن بعضهم ولا أعمم الحكم تجد عنده قنوات ينظر إلى ما حرم الله. لكن لما تكون الرفقة صالحة تعينك على أداء حجك وتصحح حجك تبين لك جوانب كثيرة. اسمحوا لي، أنا لم أحج في حياتي مع حملة خاصة، لأن من الحملات التجارية لأسباب معينة، أحج وحدي مع طلابي، لا أقصد وحدي بشخصي ولا هنا، هذا ما قال على لدي لأسباب، لكن من الأسباب أني وجدت كثير من الناس مشكلتهم مع المطوفين أو مع أصحاب الحملات الأكل والشرب. تجد كأن الناس في فندق، في فندق، ومع ذلك تجد يقول قصرت، أمس أعطيتنا الدجاج واليوم تعطينا دجاج، سبحان الله، وتبدأ الشكاوى وتبدأ غيرها. أنا أقول نعم، واجب على أصحاب الحملات أن يفوا بعهودهم وأن لا يأكلوا إلا حلالا، لأنهم يأكلون أموال الناس، أو أن بعضهم قد يأكل أموال الناس، هذا موضوع لا إشكال فيه. لكن يا أخي الكريم، أنت حاج، لاحظ أن قصر صاحب الحملة، خاصة أن لا يتيسر لهم دائما كل ما يريدون، ليس تبريرا لكنه تفسير للبعض. عندما حجينا مع شيخ لنا من الشام قبل 30 سنة بالضبط، بل بعبارة أدق قبل 40 سنة، 1393، فجاء مع كل أسف، هذا واقع كثير منا، فيوم عرفة قالوا يا أخوان جهزوا فطور. لما وصلنا إلى عرفة وسكننا في الخيمة بدأ الفطور، والله هذا أقول لكم الواقع، ما امتينا الفطور إلا ساعة ساعة ونص، قالوا استعدوا للغداء، بدأنا نطبخ الغداء. لما انتهينا من الغداء قالوا جهزوا عشاء المزدلفة، فرأيت في عرفة يبكي يبكي يبكي، وهم المشايخ الفضلاء،
قال هذا حجكم، راح نص عرفة فطور وغدا وعشاء، ما ينبغي يا ناس، كانت لقمة تكفيكم اليوم. يعني الفطور أنا ما أقول كلوا خبزة يسيرة في الصباح، ولا يقول نصف الوقت راح وأنتم، كنا مجموعة ما كان في حملات وغيرها، أخذنا أتوبيس وصدق. فكان مؤثر ذلك الموقف، هو يتكلم ببكاء ومربي وأستاذ الجامعة، قال هذا حجكم، هذا الحج الذي انشغلتم في أكلكم أكثر من شغالكم بالدعاء في هذا اليوم العظيم، ما ينبغي هذا الأمر. فحقيقة أردت أن أقول إن هذه المعاني مهمة جدا في مثل هذه الحالات وتلك المواقف. تجد أن في الحج يربينا على ضبط ألسنتنا، يقول معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ يا رسول الله وهل يؤاخذ الناس وهل نؤاخذ بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتي. أبو بكر، ما هو اسم أبو بكر؟ لقبه ما هو؟ الصديق. لماذا الصديق؟ لكثرة صدقه، لا يعرف الكذب، يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني المهالك. هذا أبو بكر يقول على لسانه هذا الكلام، أن لسانه أورده الموارد أورده المهالك رضي الله تعالى عنه. في الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، تجد الضحك تجد الكلام، أنا ما أحرم ما أحل الله، لكن نتجاوز الناس، يتحدثون في أمور الحديث في أمور النساء والجماع، فلا رفث ولا فسوق، في معاصي وغيبة ونميمة، كل واحد منا ينظر في حجة من حجاته التي أكرمه الله بها. هل ذهب إلى مكة يعني منذ أحرم فقط ورجع طواف الوداع ما اغتاب أحد؟ والله هنيئا من يفعل ذلك، هذا فسوق. هذا ما توسع في الكلام عن أمور معينة، الجدال والنقاش، ليس المقصود الجدال هو بيان الحق والباطل، لا لا، إنما هو جدل على سيارة ولا على موضع ولا على، تجد واحد عنده زميل له قد ربما انقلب عليه ولا كذا بدأ يتكلم عليه، فدخلوا الناس في في قضايا. الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل. يعلمنا الأخلاق، يربينا على الأخلاق الفاضلة، على ضبط اللسان، على دقته. فيأتي الآيات الحج تركز على هذه المعاني التي لا نأخذها أحيانا ونحن نقرأ الأحكام من أن أول ما نذهب كيف نحرم وكيف، وهذا مهم جدا ولا يتم الحج إلا به لا إشكال، لكن هذه المعاني الإيمانية، المعاني القلبية، المعاني العظيمة، قليل منا من يتناولها في 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 دروسه، قليل منا من يسأل عنها كما قلت في بداية حديثي. تجد أيضا من ذلك من هذه المواقف أيها الأخوة التركيز على الأمن، الأمن في الحج. الحمد لله نحن نعيش أمن ورغد وخير، آباؤنا كانوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى الحرم لمخافة الطريق، كان أناس حتى داخل الحرم توجد حالات ظاهرة، نعم توجد الآن حالات لكنها الحمد لله بالجملة نادرة. التركيز وجاء في على الأمن في البلد الحرام عجيب جدا، من أكثر ما ورد رأيت في القرآن في جانب التركيز على الأمن يخص مكة والبلد الحرام، إذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، وهي مكة المقصود هنا في سورة النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لاحظ آمنة مطمئنة. التركيز على الأمن عجيب جدا، حتى إنه وصل إلى أمن الطير، بل إلى أمن الشجر، أمن الطير لا ينفر صيدها، فضلا عن أن يصاد، لا ينفر فضلا عن أن يصاد ولا يختلى خلاها، شيء عجيب. التركيز على الأمن هذا مطلب مهم جدا،
ولذلك أيضا نحمد الله جل وعلا على ما توافر من الأمن. وأذكر أنا في سنة من السنوات تعرفون حدثت أحداث معينة وبخاصة من الرافضة، قالت لهم الله أفسدوا في الحرم وروعوا الحجاج وقتلوا فيه، وهذا لا يستغرب لأن في تاريخهم كما نقرأ التاريخ أنهم قتلوا الحجيج في سنة من السنوات ورموهم في بئر زمزم وسرقوا الحجر الأسود، هذا تاريخ الرافضة. لكن قضية حتى في التاريخ، لا يأتينا من يقول هذا كان سابقا، في التاريخ المعاصر 1407 كما تعلمون وغيرها كم أحدثوا. حزب الشيطان أكثر من مرة له محاولات في الحج ولكن الحمد لله تكتشف قبل فعله ويقضى عليه. فالحج مسؤولية عظمى على كل واحد منا، يبدأ بنفسه في المسائل اليسيرة والصغيرة والمسائل الكبيرة، أن يتضافر الجميع على المحافظة على الأمن في البلد الحرام، وأن يعلم أن من يقوم بالمحافظة على الأمن في البلد الحرام فهو على أجر عظيم. ولذلك لم يرد في القرآن بل ولا يحكى عن الإسلام أن الإرادة يأثم عليها المسلم دون أن يفعل كالإلحاد، ومن الإلحاد هو المعصية قال العلماء وأشده الظلم، بل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، لاحظ ما قال ومن يلحد فيه، قال ومن يرد، مجرد الإرادة القلبية يأثم على نذقه من عذاب أليم. بينما الأعمال الأخرى لو أن إنسانا هم بمعصية ثم تركها لا يعني لا تكتب عليه سيئة بل تكتب له حسنة، ولو كان أراد ولو كان عزم على المعصية ما دام لم ينفذ ثم تركها لسبب من الأسباب فإن له أجر عظيم، إلا إذا كان مصرا ولكن منعه مانع ليس باختياره، هذا فرق آخر. أما هذا مجرد الإرادة، هذا دليل على مكانة الحرم ومنزلة الحرم ومنزلة الأمن. أيضا هناك ربط ظاهر في القرآن كله يا أخوان يا أحبتي، وهذا من مكان التدبر في الحرم وغيره والحج وغيره، ولكنه ظاهر الحج، بين الأمن ورغد العيش وبين الخوف والجوع، بين الخوف والجوع. إذا خاف الناس جاعوا، وإذا أمنوا شبعوا، وهذا مضطرد. وإذا قال إبراهيم عليه السلام اجعل هذا بلدا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وفي سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الارتباط بين الأمن ورغد العيش مضطرد، فلا رغد للعيش بدون أمان، وكذلك الخوف يصاحب الجوع والفقر كما يقع في كثير من بلاد المسلمين. فهذا يبين لنا نعمة الله جل وعلا كما امتن على عباده من أجل عبادته كما مر معنا في سورة قريش، من أجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم خوف. الآن تهيأت الفرص والخيرات كما ترون، الآن تجد الناس الآن أهل الخير والتجار يلاحقون الحجاج ملاحقة، يتبرعون لهم تبرع كما تشاهدون في عرفة كمثال أو في ميناء، الأرزاق موجودة والحمد لله وأهل الخير موجودين. إذا أنت تتفرغ لعبادتك، لا تشغل نفسك كثيرا مع أنك لا تحتاج إلى الناس كما سيأتي، وتتزود بما أمرك الله جل وعلا بما يكفيك، لكن الانشغال بهذه القضايا تبين أهمية الربط أقول بين الأمن ورغد العيش دائما وأبدا. مما يلحظ في العبادات يا أخوان إما أن تكون قلبية أو بدنية أو مالية، وقد تجتمع، هي تجتمع كلها في الحج، العبادات المالية الزاد والراحلة، أن يكون الإنسان عنده قدرة مالية، أن لا يكون عنده دين، وإلا لا يعني أنه لا يصح حجه، لكن لو حج إنسان عليه دين ولم يأذن له صاحب الدين فإنه يأثم وإلا فحجه صحيح، حتى نفرق في المسألة. ومسألة الدين تحتاج إلى تفصيل، لكن قلت لكم هذا الدرس ليس في بيان الأحكام لأنه يكتب السؤال كثيرا، أنا علي دين، لكن أشير إلى إشارة، إذا كان الدين الذي عليك يحل كل شهر أو كل فترة وعندك ما تسدد به فلا يعد دينا هذا، كمثلا نقول دين البنك العقاري مثلا، أو دين اشتريت سيارة وأنت كلما جاء الوقت القسط دفعت، وقد يكون باقي عليك 30,000 40,000 تحج لا حرج،
الدين أيضا قد يكون يسيرا ما يؤثر، إذا كان يسيرا لا يؤثر فهذا لا حرج فيه، لا يؤثر في من الحج. أيضا في معنى دقيق هنا، طيب أنت الآن عليك دين ما عندك شيء، لكن واحد صاحب حملة قال تفضل حج معي مجانا أو أعطيك مال أخدمنا في الحج ساعد الحجاج، يأتينا بعض الأخوة يقول أنا عرض علي صاحب حملة أن أحج معهم إما مجانا أو أنه سيعطينا مبلغ لأنه سيقوم بعمل مشرف ثقافي أو في التغذية أو غيرها، هل يجوز أحج؟ نعم حج، لأنك ربما أيضا تكسب مالا يخفف عن دينك، هذا لا يعد دينا. الشاهد أيضا أحيانا تعلم أن صاحب الدين يقينا لا يتأثر إذا حججت، قد يكون إنسان عليه دين أو عنده دين من أخيه ويعلم أن أخاه ما عنده حرج أنه يتأخر، وقال لك أبد دينك بيسر، بعض الناس يقول أقرضتك هذا المبلغ ومتى ما يتيسر لك، وتعلم أنه لن يتأثر إذا علم أنك حججت، لأن اليوم الحج يا أخوان يكلف، وصلت الآن الحملات إلى 15,000 و20,000، فهذا يؤثر في الدين، فإذا كنت تعلم يقينا أو غلب على ظنك أنه لا يؤثر فيه لا يمنع الدين. أما الدين الذي تأثم إذا كان الدين لرجل يريد أن تسدد حقه أو مؤسسة أو غيرها، ودينك هذا المبلغ الذي تحج فيه مؤثر 18,000 15,000 5,000 أقل أكثر تؤثر، فهذا بس فصلت فيها لأهميتها. فالشاهد هنا أن عبادة مالية، ما تنفق من مال عبادة مالية، عبادة قلبية كما تبيننا، أغلب أعمال الحج عبادات قلبية، بل كلها عبادات قلبية، عبادات بدنية، الطواف، السعي، الذهاب، جهد غير عادي، هذه كلها عبادات بدنية. فاجتمع في الحج العبادات القلبية والبدنية والمالية. التيسير، التيسير في الحج يا أخوان باب عظيم جدا، لكن الناس بين إفراط وتفريط فيه. التركيز على التيسير في الحج عجيب، بل هو موجود في كل أركان الإسلام، لكن آخر آية في سورة الحج عجيبة. هذه الآية بعد أن بين الحج وأحكام الحج قال فيها وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، ماذا بعدها؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو جهاد لكنه يسر. في مواطن عدة كان، وبالذات في رمي التقديم، رمي الجمار في يوم العيد على النحر أو على الحلق أو غير ذلك أو على الطواف كما في حديث عبد الله بن عمرو وغيره، افعل ولا حرج، لكن هذا ما نطرده في كل أعمال الحج. ففي تيسير الحج، فتجد أن التيسير في الحج عجيب، حتى الإنسان إذا ما استطاع واضطر إلى أن يحلق رأسه فيه أذى طبعا في غير وقت الحلق تجد التيسير. لكن أيها الأخوة، هذا الذي يريد أن ننبه إليه، بعض الحجاج هداهم الله يبحثون عن أن يسر لهم أي أمر، ولهذا الأمر خطير، والتيسير يجب أن ينضبط بالضوابط الشرعية. يقول الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده، لابد من جهاده، لكن مع التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، التساهل الذي يفعله البعض الآن ليس هذا هو الحج ولا التشديد. البعض يشدد، يشدد على الناس، إذا جاء واحد قال فعل شيء قال عليك دم، إذا فعل شيء عليك دم. وكما قلت في درس الأحد في موضوع الطلاق، بعض الناس إذا شك في الطلاق قال طلقت زوجتك، اتق الله. بعض الناس إذا جاء شخص وشك في ماذا عليه قال عليك دم، كيف تخرج من جيبه هذا المال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الموضوع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فعلى المفتي أن يتق الله قبل أن يقول للشخص عليك دم، ستخرج منها 400 ريال 500 ريال أقل أكثر، أن تكون أخرجتها بحقها. إذا كنت لا تعلم أن عليه دم يقينا قل لا أعلم، وأن تخطئ في حق الله أيسر من أن تخطئ في حق المخلوقين، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. يأتيك يوم القيامة يقول يا ربي هذا أخرج من جيبي دم أو أكثر أو أقل، مع أنك لم تأمر بذلك، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة أصحاب السنة. فيتساهل البعض في موضوع الدماء أو إيجاب على الناس أشياء، يتساهلون في الفتوى، وذلك الفتوى على الإنسان ألا يسأل إلا من يثق بدينه. يقول إبراهيم النخعي
التشديد كل أحد يحسنه، حرام 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 سهلة، التشديد كل أحد يحسنه، ولكن الفقه هو الرخصة بدليل. لاحظوا فقهه رحمه الله، الرخصة بدليل. فلذلك على المفتي طالب العلم إذا أفتى أن يفتي بعلم لا يقول لا أعلم، لأنه يلاحظ بعض الشباب يتساهلون الفتوى، سمعتهم مرارا يفتون الناس ويشقون عليهم، ويوجب عليه أحيانا إعادة الطواف، ويوجب عليه غير ذلك. يوم من الأيام كنت في الحرم قبل صلاة الفجر، فناس سيسافرون أظل الأردن، فكنت بجوار الرجل وقال لي نحن الآن وادعنا سنصلي الفجر ونمشي، ولكن استفتينا قيل لنا لا، ما دمتم الآن جلستم وصليتم الفجر لازم تعيدون الطواف، وتعرفوا ايش يعني عادة الطواف في الوداع. قلت من استفتيته؟ فالتفت على زوجته وكانت ليست مكان بعيد، قال من استفتيتي؟ قالت بوابة عند الباب، حتى البوابات اللي عند الباب مفتت عليها، قالت لازم تعيدون طوافكم. وعادة الطواف يا أخوان في هو سهل، حتى لو كان سهل ما يجوز. فبعض الناس يتساهل، حتى بعض الذي عندهم شيء من العلم، من أصعب الأبواب أيها الأخوة في الفقه، من أصعبها ما أقولها، هو في الحج. فالإنسان ثم لا يتبع إنسان الرخص، يسأل الشيخ فلان إذا شدد الثاني الثالث حتى يجد من يفتي له، هذا ما يجوز. فلذلك أقول هذه المعاني، نعم اليسر مطلوب في الحج، مطلوب، وهو من أشهر، يكفي أنه هو الركن الذي قد الإنسان لا يعمله، وإن كان قد يرد في الزكاة إذا ما كان عند الإنسان مال، يعني كثير من الأسباب تمنع من أداء الحج، قرابة 7 أو 8 أسباب ويسقط على الإنسان الحج، الزاد والراحلة والصحة وأمن الطريق إلى غير ذلك، كلها إذا ما توفرت يسقط عنك الحج. لكن لا يعني هذا أيضا تمييع الحج كما يحدث. الآن الناس بدأوا يسافرون يوم العيد يروحون إلى بلادهم، خلاص يوم العيد، أما يوم 11 فأخذ من الناس من يذهب، ومع ذلك يقول نوكل من يرمي عنا، نوكل من يطوف الوداع، هذا غير صحيح، هذا عبث. الحج له أحكام، نعم فيه تيسير، لكنه تيسير بدليل وبانضباط. أيضا أيها الأحبة، العناية بطهارة البيت حسا ومعنى، ونظافة الحاج ثم ليقضوا تفثه، فلا بد أن يكون طاهر حسا ومعنى، طاهر من البدع، من الشرك، من الأصنام، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو علي رضي الله تعالى عنه أبا بكر أن قبله يحجون قبله، ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك. هذه الطهارة المعنوية. الطهارة الحسية من أي نجاسة كان، واستنبط منها بعض العلماء معنى لطيف، لاحظ وطهر بيتي بيت الله للطائفين، قالوا إن الضيف وهذا من العرف إذا كان عنده ضيوف جهز بيته، إذا كان عندك ضيوف تجد أنك على حسب مكان الضيف تجهيز البيت والاستعداد والتطيب على حسب مقام الضيف. فالله جل وعلا يقول وطهر بيتي، لأن الحجاج والمعتمرون هم ضيوف الله جل وعلا، هم ضيوف الرحمن كما دائما نسمع هذه الكلمة. فالله يأمر بتهيئة البيت حسا ومعنى، تهيئة الأمن لهم وتوفير رغد العيش وتطهير البيت حسا ومعنى لهؤلاء الضيوف. ولذلك من الكرم، وكرم الله وهو أكرم الأكرمين، من الكرم أن يهيئ الإنسان بيته لضيفه وأن يكون مهيئا لذلك في هذا الجانب. أيضا التميز أيها الأخوة، التميز لكل أمة جعلنا منسكا، كل أمة لهم منسك، فالأمة المسلمة متميزة، يجب أن تتميز بقيمها، بأخلاقها، بعلاقاتها، بدينها، وهذا واجب اليوم أكثر من أي يوم مضى. بعض أبنائنا يذهب إلى الغرب بدون تميز، يضيع مع الناس مع كل أسف. كنا يوم من الأيام في مطار نيويورك وحان وقت الصلاة، فأحد المشايخ أو طلاب العلم معنا قال لأحد الأخوة أذن، فاستغرب البعض أنت أذن في وسط المطار؟ ما في مسجد ولا شيء. نعم أذن في وسط المطار، لنا ديننا لنا عبادتنا. والله يا أخوان لما أذن ما الذي حدث؟
يأتي كثير من الناس ما كان يريد يصلي، ربما سيصلي في الطائرة، يتساهل مع أن الرحلة 14 ساعة حتى تصل إلى الرياض، يعني سم يمر عليك من وقت. فإذا الناس يصلون، وإذا الغربيون واقفون ينظرون من دهاش. إذا أنت أقمت شعيرة عظيمة في وسط هذا المطار، قد يكون سببا لإسلام بعض الناس، لإسلام بعض هؤلاء. الأمة لها تميزها وأخلاقها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحج هنا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله. وفي الآية الأخرى: هم ناسكون. فتميز الحج للمسلمين بهذا المنسك، وهو تميز تتميز به الأمة عن غيرها من الأمم. من أهم الدروس درس عجيب أيها الأخوة: الانضباط والنظام والإنتاج والالتزام. سبحان الله، الحج لنقول من يوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر، يعني خمسة أيام، كل واحد منكم ينظر ينتج في خمسة أيام أن يعمل خمسة أيام ربما ما يعملها في بيته في شهرين أو ثلاثة، من العمل والطواف والذهاب والمجيء، وتجد الدقة. كل عمل في يومه، يوم التروية يوم ثمانية، يوم عرفة يوم تسعة، ليلة مزدلفة ليلة العاشر، وهكذا. في طواف قبل طواف القدوم إذا كان الإنسان قارنا أو مفردا، وفي طواف العمرة إذا كان متمتعا. انضباط عجيب جدا. الزوال، النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر في غير يوم العيد، في غير يوم النحر، يقول: هل زالت الشمس؟ هل زالت الشمس؟ وهو في حر الشمس، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. حتى إذا قالوا له: زالت الشمس، رمى. والبعض الآن تجد تساهل في وقت الرمي. لماذا لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الرمي والناس في هذا الحر خمس أو عشر دقائق؟ الانصراف من عرفة، الانصراف مع أذان المغرب، حتى في حديث جابر قال: حتى إذا غابت الشمس وغاب القرص، تأكيد، ما اكتفى بغابة الشمس، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر يسير كما يفتي البعض الآن، لماذا ما جعل الناس يمشون العصر؟ بعض من الصباح موجود في عرفة، ولو وقف خمس دقائق في عرفة لكفى. بل قال العلماء: لو مر إنسان مرور بعرفة لأداها مرور، كما فعل عروة بن الضرير رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك الناس يحمس الناس ويأخذ بخطام الناقة حتى غابت الشمس وغاب القرص، ويمشون بالليل. المشي بالنهار بالليل أصعب من المشي بالنهار، مما يدل على أن هذا انضباط ودقة. فإذا كثير من هذه الأحكام مرتبطة بهذه الدقة العجيبة ليربينا على الانضباط وأداء الأعمال والأوقات. كم عندك من أعمال تؤجلها شهر وشهرين وثلاثة؟ الحج في كثير منه، ما أقول في كل أحكامه، إذا فاتك فاتك، ولكن من فاته الحج قال العلماء يحل بعمره، انتهى الأمر. إذا فاتك ليلة مزدلفة بدون عذر عليك دم، إذا ما بت في منى بدون عذر عليك دم. عقوبات، ولذلك من أشد العقوبات المالية تجدها في الحج أيضا، عقوبات في الدم وغيره، بل بعضها قد يصل إلى نحر بدنه لو أخطأ في بعض الأحيان. فهذا أمر يدل على أن يربينا على الانضباط وعلى الدقة وعلى الإنتاج. وموضوع هذا يطول ويحتاج إلى تفصيل أكثر في هذا الجانب أيها الأخوة. من تلك الأشياء السريعة، لأن ما بقي معي إلا قرابة عشر دقائق، بقوله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. قال شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: بعض الناس، كذا عبارته، استنبط منها أن المشي أفضل من الركوب، لأنه قال: يأتوك رجالا، قدمها وعلى كل ضامر. قال: ولا أجد لهم مستمسكا في هذا الاستنباط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، ولو كان المشي أفضل لمشى، لكن هذا من التيسير. ومع ذلك كل له نيته، فالله جل وعلا قال: يأتوك، نعم، رجالا، أن يمشون على أقدامهم لمن لم يستطع. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مظلل يمشي، قال: لماذا هذا الرجل يمشي وهو كبير؟ قالوا: إنه نذر أن يحج ماشيا. فقال: إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، اركب، لا تعذب نفسك. ولما جاء إنسان نشيط وقد نذر أن يمشي نشيط، لكن يتعب لو مشى كله، قال لي: يمشي ويركب، يمشي حتى يحس بالتعب، فإذا حس بالتعب ركب. فهذا هو الدين. فإذا
كلام شيخنا العلامة أن القول أن وإن كان قال به البعض إن المشي أفضل قال فيه نظر والله أعلم. ليشهدوا منافع لهم، نكرها منافع، منافع نكرها لكثرتها قال العلماء وعظمها، لكن تأملوا هذا التدبر، ليشهدوا منافع لهم، منافع الحج تعود عليك أنت فالله غني عنك، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. أيضا التركيز على قضية أيها الأخوة الذكر والتكبير، هذا في أغلب كثير من آيات الحج يذكر الله كبر الله، ولكن من أعظم شعائر الحج هو التكبير وذكر الله جل وعلا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم، لاحظوا التكرار. أيضا أنا سأقرأ سريعا، أواقف سريعا عند بعض هذه المسائل. في قال للطائفين والعاكفين والركع السجود، طاهر بيت يعني للطائفين والعاكفين والركع السجود، وفي سورة إبراهيم للطائفين والقائمين والركع السجود. قال العلماء أن الطواف والصلاة خاصة بالبيت، فلا أحد يصلي إلا جهة البيت بأي مكان في العالم، فإذا التوجه له، والطواف أصلا لا يمكن أن يكون إلا في البيت. ولذلك سأل رجل، سأل أحد العلماء وقال يا إمام أنا نذرت أن أعبد الله عبادة لا يشاركني فيها أحد من البشر في لحظة أدائها. طيب تبغى تصوم في ناس غيرك تصوم، تبغى تصدق يمكن في هذه اللحظة غيرك تصدق، كل العبادات. قال ائت للبيت في وقت ليس فيه أحد وطف. اليوم قد يقول قال ما يمكن يجي وقت الآن ما في أحد، أنا أقول لك ممكن يأتي بطريقة أخرى، إذا كان إنسان قد نذر وقد يكون له عذر، وقد تكون قد يطوف في حالة معينة وقت صلاة أو غيرها والناس فيطوف في المكان، شوف المكان الجديد الآن اللي وضعوه، لو طاف في إنسان وحده وهم يصلون عبد الله عبادة لم يشاركوا فيها أحد. فالشاهد أن الطواف خاص بالميت هذا الرجل، ولك هو تحية البيت الطواف. لكن هنا تنبيه لطيف، يأتيني كثير من الأسئلة يقول تحية البيت هل يجوز لي أدخل البيت وأصلي ركعتين دون أن أطوف؟ لا حرج في ذلك، إنما أراد أنك لو دخلت وطفت ثم بعد ذلك جلست خلاص، فهذه تحية البيت الطواف، لكن لا يعني أن كل من دخل البيت يطوف، هذا لا يكون وهذا مشقة، فالفهم هنا خاطئ. الصلاة لابد أن تكون. قالوا أما الاعتكاف فورد في البقرة والعاكفين، وورد في سورة الحج والقائمين. قالوا لأن الاعتكاف ليس خاصا بالبيت، لكن أعظم ما يكون الاعتكاف في البيت الحرام، ولذلك من نذر أن يعتكف في مسجد معين حتى لو في بيت المقدس، نسأل الله أن يعيده وأن يحرره من هؤلاء اليهود الصهاينة، أو حتى في المدينة ثم اعتكف في البلد الحرام سقط عنه الاعتكاف، لأن أعلى ما يكون الطواف أو الاعتكاف في البيت الحرام. فهذا معنى من هذه المعاني التي ذكرها العلماء. الدعاء أيها الأخوة، تركيز الدعاء، ولا شك أن أعظم الدعاء متى؟ في عرفة. إخوتي في هذا اليوم العظيم اجمعوا قلوبكم وما لديكم، وإذا كنتم كتب الله لكم الحج فاجعلوا هذا اليوم هو يوم الدعاء، فما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر منه في يوم، لا يرى الشيطان أذل ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر لما يرى من رحمات الله. والخاسر أيها الأخوة من يحرم في مثل هذا اليوم. العالم ما أكثر كما قال أحد السلف ما أكثر الحجاج وأقل الحديث، من هو الذي قبل؟ نحن لا نعلم، هذا عند الله جل وعلا وفضل الله واسع ولا شك، ويباهي بهم الملائكة، لكن لا يضيع الوقت أيها الأخوة بين نوم وأكل وقت قليل للدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم منذ صلى الظهر جمعا وقصرا، لماذا جمع وقصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا من أجل أن يتفرغ للدعاء، بقي على راحلته يدعو إلى مغيب الشمس، يدعو ويلح على الله جل وعلا، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاجمع كل حوائجك من أمور الدين والدنيا لأهلك لأقاربك. الدعاء في عرفة له معنى، إذا دعيت بالصدق ثم أرسلت لبعض أقاربك أو زملائك أو الناس أنك دعوت لهم يشعرون بفهم بفرح شديد عظيم جدا، رجاء أن يكون ما تقبل الله منهم. فاجتهدوا أيها الأخوة في الدعاء. لكن هؤلاء الرافضة مرة أخرى سمعناهم في مخيمات، بدل أن الناس يقولون يا رب هم يقول يا حسين يا علي،
هذه مواطن والعياذ بالله. وأذكر أن زميلا لنا عندما حججنا وكنا صغار شباب يقول صفيت في الحرم وأول مرة يحج اسمه علي، هم زملائي في الدراسة من الابتدائي، ما يعرف الشيعة ولا يعرف الرافضة ولا يعرف شيء، أول حياتنا ما نعرف فيه. فهو في الحرم يصلي، فإذا بجاره واحد يقول يا علي يا علي، هو يعرف انقطع الصلاة ما يجوز، فيقول كررها أكثر مرة، يقول تفت عليه يقول ايش تبي أنت شغلتني، لأنه اسمه علي. يقول إذا الرجل ما هو بلمي، الرجل جالس يدعو يا علي يا علي، انظروا كيف والعياذ بالله الشرك والحرمة. فيقول وجدت مستمر، فبعدين عرف منه لماذا هذا يقول يا علي. نعم، فأناس يشركون يا أخوان في بلاد التوحيد، في مكان التوحيد، وطهر بيتي، فاحمد الله على هذه النعمة. وحقهم عليكم حقيقة أيها الأخوة أن تعلموهم برفق، لأن بعضهم جهال، أن يكون معك كتب، معك أشرطة تعطيها إياهم. هناك من يحاول من جماعات من أصحابه أن يحول بينهم وبين أن يهتدوا، ولكن إذا كان بصوت مرتفع كما رأينا في عرفة منكر هذا، ذهبنا إلى صاحب المخيم وقلنا أوقفهم، هؤلاء أزعج الحجاج ويشركون علانية في عرفة بين دعوة لعلي والحسين وغيره وبالميكروفون وابتهالات شركية، ما يجوز السكوت. ولكن من شعائر ومن أهم دروس منافع لهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أيضا إذن هنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، أين الفائدة هنا؟ قال العلماء أنك تختار محل سكنك بما تستطيع أن تقيم فيه عبادة ربك، وليس بما تكسب فيه من دنياك. فلذلك الواحد يختار المكان المناسب لمصلحته ولأولاده بما يستطيع أن يقيم شعائر الله. البعض الآن من المسلمين يقيم في الغرب عند الكفار، أو يذهب لبلاد فاجرة فاسقة من أجل دنيا، فيضيع أولاده. والله يا أخوة الكرام مشهد رأيته، أحد الأشخاص وفيه خير وصلاح اضطر لسبب من الأسباب أن يقيم في بلد عرب، وأقام في ذلك البلد. البلد بدأ ينتشر فيه المنكر والفحشاء والتساهل في الدين وأمور المحرمات، فزرت في زيارة لي هناك، فإذا هو يبكي بكاء شديد. لماذا تبكي؟ قال أنا خايف على أولادي وعلى أحفادي، لأن أشوف في هذا البلد يتسابق الفجور ويتسابق ما يسمى بتحرير النساء بالفاحشة وغيرها، فماذا سيكون على أولادي؟ ولا أستطيع أن أرجع إلى بلدي، يقول لا أستطيع أن أرجع إلى بلدي، وإلا يقول بلدي خير أفضل من هذا المكان اللي أنا فيه. فلذلك أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ليقيم الصلاة، ما عنده أحد، لكن سأل ربه أنه يأوي إليهم يرزقهم من الثمرات وتهوي إليهم الأفئدة، وحقق الله وأجاب الله دعاءه. فأنت تختار لمقامك، حتى لو أنت في مدينة كالرياض ما تستطيع تقول أن كل المناطق سواء أو كل الحارات سواء قطعا، فما بالك بالمدن، تختلف منطقة إلى منطقة. فاختر قبل أن تشري بيتك أو تستأجر المكان الأنسب القريب من المسجد، أن تجد من الجيران من يعينونك على طاعة الله، لأنك أحيانا قد تجد في بعض المناطق أو بعض الحارات المسجد قد تحتاج الوقت حتى تصل إليه لك. نعم الحمد لله المساجد كثيرة ولا شك في ذلك. إذن أراد أن يقول ربنا ليقيم الصلاة، أسكنهم في هذا المكان الذي واد غير ذي زرع، ما في أحد، من أجل إقامة الصلاة وعبادة الله. فيكون سكنك وأولادك ومن بعدك السكن القريب والبعيد هذا. رأيتم في زيارة لي في أمريكا، والله يا أخوان أناس في المسجد يطلعون وأولادهم، تجد الفتاة مع شاب جاء كما يقولون هاجر، هو ليست هجرة والعياذ بالله، هجرة إلى الغرب بسبب الظروف الاقتصادية كما يقولون في بلادهم، ولم يكن بسبب أنهم أخرجوا من ديارهم، لا، الآباء باقين يصلون وفيهم خير، والأولاد مع كل أسف اندمجوا مع المجتمع الغربي، بل لا يستطيع أن ينكر على ابنه، لا يستطيع. لماذا؟ لأن تتدخل الشرطة وغير ذلك. كنا يوم من الأيام في تونس، هذا في عهد الرئيس الهالك الذي قبله،
فذكر لنا أحد الأخوة قصة، يقول زرنا رجل وأكرمنا فدخل البيت وخرج وهو يبكي، ما لك تبكي؟ قال احمد الله على النعمة التي أنتم فيها في بلادكم، خير إن شاء الله. قال ذهبت فإذا ابنتي تريد أن تخرج للمسرح، لا أستطيع أن أمنعها. قالوا كيف ما تمنع بنتك؟ قال ما أستطيع، لو منعتها لاتصلت بالبوليس وأخذوني وخلوها تذهب إلى هذا في وقت رئيس هالك. الآن الحمد لله الوضع أفضل بكثير، وإن كانوا يحتاجون إلى الدعاء. فإذا أيها الأخوة، اختاروا لأماكنكم، لسكنكم، لبلادكم، كما اختار إبراهيم عليه السلام، فهو بين مكة وبين الشام وكلها أرض مباركة. إسحاق وأمه سارة عليه السلام ومن جاء يعقوب بعدهم في الشام، الأرض المباركة، ومكة فيها إسماعيل عليه السلام وأمه عليه السلام في مكة. فاختر لأولادك ولنفسك قبل ذلك المكان المناسب. وهيك العوام لهم مثال جميل، يقول الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، فتختار الجيران الصالحين الذين يعينك على طاعة الله، يعينونك حتى لو غبت، يحفظون بيتك، يحافظون على أولادك. لأن إبراهيم قال عليه السلام ربي إني أسكنت إقامة، محل إقامة، من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا إبراهيم؟ رب ليقيموا الصلاة، هذا هو المراد. وأيضا وأنا في اللحظات الأخيرة في هذا الدرس أيها الأخوة، تعقف مع درسين فقط أو ثلاثة إكمالا لبعض هذه الدروس، ذكر العلماء، وهذه لعلي أختم بها ثم أختم خاتمة عامة، أن من أداب الحج وتعليم الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان هناك أناس يحجون وليس معهم زاد، فكانوا يقولون لماذا لا تأخذون الزاد؟ قال نحن المتوكلون، أي متوكلون على الله. صحيح هؤلاء هم المتوكلون، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا منه. فذكر العلماء أن فيها فائدة، كما في حديث جرير رضي الله تعالى قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن لا نسأل الناس شيئا أبدا. فكان الواحد منهم يسقط صوته وهو على الراحلة وجنبه رجل لا يقول أعطني إياه، لعزة النفس، التعفف. فرق بين الإنسان أن يعرض عليه كما قلت قبل قليل، تجد إنسان وأنت بحاجة للماء يوزع ماء، تشخذ الماء، خاصة أنه الحمد لله ليس زكاة. تجد إنسان وأنت بحاجة إلى الأكل ويعطيك، بل هم ينادونك يقولون خذ، لكن لا تطلب قدر ما تستطيع. لا أحرم هذا، لكن الحج يربينا على عزة النفس، وهكذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتربى على معالي الأمور وعدم تعلق القلب بالمخلوق. قلت وأقول من أعظم ما استفدت من أحد المشايخ حفظه الله في قبل سنوات، دعاء عظيم جدا، فأنا أنصح به لكل واحد، ليس في موضوع الحج فقط ولكن بمناسبة هذه الكلمة. يقول إنه وينسب الكلام للإمام أحمد أو للشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الدعاء: اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك. يقول فأخذت هذا الدعاء وكنت أقوله، يقول في كل يوم بإيمان وصدق وإخلاص، يقسم بالله أنه مرت عليه ظروف من أصعب الظروف المادية، وعرضت عليه الأموال ورفض مراراً ويرفض. الآن هو من الأغنياء كما قال لي، سمعت قبل أيام يقول أصبح من الأغنياء، لكن جاء اختبار من الله جل وعلا، لا يسأل الناس، بل لم يقبل حتى الإعطاء، مع أنه لا حرج لو قبل إذا ما فيها منة أو فيها شبهة أو فيها غرض، كما ذكر الصحابة إذا كان غرضا لدينك فلا تقبل العطيات التي غرض للدين. فعليكم بهذا الدعاء: اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد. ولذلك بعض الإخوان يطلب الدعاء، لا حرج في طلب الدعاء، والقول الصحيح أنه مشروع، وأحاديث في ذلك كثيرة أن تطلب الدعاء من الغير، لكن خذها يا أخي الكريم، لن يدعو لك أحد كما تدعو لنفسك. ممكن يدعو لك فلان، يدعو لك فلان ويجيب الله دعوته، لا شرك في ذلك، لكن الإنسان إذا كان يدعو بإلحاح وبصدق وبإخلاص، غير أن يدعو لك غيرك. الحديث معكم لا يمل، والوقت قد انتهى، وموعدنا إن شاء الله بعد الحج، وليس في الأسبوع الأول من الدراسة، ولكنه في الأسبوع الثاني، وسيعلن في الموقع وفي تويتر وفي الأخوة عند مسجد الراجحي.
الأسبوع الثاني من الدراسة بإذن الله، لأن لي ما أدري بالضبط متى تبدأ الدراسة، لأن غالبا الأسبوع الأول لا ينتظم الطلاب ولا نريد أن يحرم الناس على الخير. فالأسبوع الثاني في يوم الثلاثاء، وإن تغير موعد الدرس من المغرب إلى العشاء أو مغرب الأربعاء سيعلن بإذن الله. فأطلب من الأخوة أن يرجعوا إلى موقع المسلم قبل موعد الدرس ليروا الإعلان عنه وأين وقته، هل هو الثلاثاء بعد العشاء أو الثلاثاء بعد المغرب أو الأربعاء بعد المغرب. كما أن الأخوة في مسجد الراجح سيدرسون هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك وتقبل الله مني حجي وحجكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي أعمالكم. ومن لم يحج أيها الأخوة فهذه عشر مباركة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فعليكم بالصيام والصدقة والإخلاص، ولو ترك الإنسان الحج قصدا ليخفف عن المسلمين فإنه على أجر عظيم. ولو أنفق نفقة حج على إنسان لم يحج، فقد ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره رحمهم الله أنه قد يكون له أجر هذه الحجة. نعم، إذا كنت حججت مرارا وأخوك لم يحج فتوسع على المسلمين وتجعل المسلم يحج بدلا عنك، فإنك ليس الحجة لك إنما يحج لنفسه، يكتب الله لك أجر حجة، هذا فضل الله عظيم. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.